وفي ظروف استثنائية احتفلت مدينة بيت لحم بإضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية عبر اتصال مرئي، وحضور وزيرة السياحة والأثار رولا معايعة وشخصيات دينية وسياسية، حيث جاء احتفال هذا العام على غير العادة نظراً لظروف انتشار فيروس كورونا وغياب السياح عن المدينة. وقد اشتمل الاحتفال على العديد من الفقرات، المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. احتفلت مدينة بيت لحم بإضاءة شجرة الميلاد في ساحة المهد بأجواء حزينة نتيجة الأوضاع السائدة بسبب جائحة كورونا. وهذا العام اقتصر الاحتفال بمشاركة رئيس الوزراء محمد شتية عبر الاتصال المرئي، وبحضور رجال الدين فقط، ووزيرة السياحة والأثار رولا معايعة، ومحافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان. وبرغم الإغلاقات السائدة في المنطقة، إلا أن إضاءة الشجرة في بيت لحم لها أهمية كبيرة، إذاناً ببدء التحضيرات لمجيء المخلص يسوع له المجد. أتمنى أن يكون عيد الميلاد ككل عام مليء بالبهجة والفرح والسرور، إلا أن جائحة كورونا هذا العام بشكل استثنائي أثرت على حياة المواطنين في كافة مناحي الحياة، وخاصة في هذه الأيام التي نحتفل فيها بعيد الميلاد المجيد، ميلاد رب المجد السيد المسيح رسول المحبة والسلام. في هذا العام نشاهد ساحة الميلاد خالية من المواطنين والزوار الأجانب والمحليين الذين كانوا يأموا هذه الساحة من كافة أنحاء فلسطين التاريخية ومن جميع أنحاء العالم. في هذا العام يسودنا حزن في القلب، ولكن الفرح أكبر بميلاد السيد المسيح الذي هو الفرح الحقيقي والسلام الحقيقي. بهالميلاد ميلادي شوي حزين اليوم، كنا نحتفل فيه بأمل بفرح، ولكن هذا الميلاد شوي حزين. رغم كل إشي ميلاد يسوع اللي منتمنى من قدام مغارة الميلاد، منتمنى ومنطلب السلام للعالم أجمع، ولكن هاي السنة بنعخص منطلب إنه ربنا يعطينا الشفاء، الشفاء للعالم أجمع، لأنه من هون خلق السلام، خلق المحبة، ونحن بهذه اللحظات منصلي ومنطلب، ورح نطلب كمان للسلام والأمان والشفاء للعالم أجمع في ظل هالوباء اللي منعانيه في عالمنا. وها هي ساحة المهد تخلو كلياً من المؤمنين والسياح، التزاماً بالقرارات التي صدرت والتقيد بالتعليمات والالتزام بالبروتوكول الصحي لمواجهة فيروس كورونا. واقتصر الاحتفال ولأول مرة بالمشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخلل الحفل كلمة لرئيس الوزراء شتية عبر الاتصال المرئي وفقرات ميلادية محدودة. وأكد الأستاذ أنطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم بأن اللجوء إلى العالم الافتراضي هذا العام يأتي لتأكيد بأن الأمل باقي وسيبقى في فلسطين والعالم أجمع. اليوم في بيت لحم ننظر للعالم بتفاؤل، رغم من الألم اللي منعيشه من آثار الجائحة وما تسببته لأهلنا وشعبنا من ألم ومعاناة ومن وجع، ننظر للعالم بتفاؤل لنقول لهم أن الميلاد بالنسبة لنا رسالة، بالنسبة لنا أمل، بالنسبة لنا هوية ووجود، وأننا نحتفل بالميلاد تأكيداً على هويتنا وثقافتنا وإيماننا كشعب عربي فلسطيني، ومؤكدين أيضاً أننا يجب أن نلتزم بالحد الأدنى من التباعد والبروتوكولات الصحية عشان نحافظ على بعض
عشان نحتفل بدون آلام جديدة، بدون إصابات جديدة، بدون معاناة جديدة، عشان نقول اليوم إحنا احتفلنا في الميلاد ضمن بروتوكول صحي عشان نحافظ على بعض، ومن بكرة نحتفل بالميلاد كلنا مع بعض جميعا بدون أي خسارة، بدون أي آلام جديدة. بتمنى للجميع من ساحة المهد في هذه الليلة المباركة الخير والسلام، بتمنى للجميع الصحة والعافية، بتمنى للعالم الشفاء من هذه الجائحة، وبتمنى أن السلام آت إلى ربوع فلسطين لا محال. وأضيئت الشجرة بعد العد التنازلي بمباركة الكهنة من الطوائف المختلفة، المطران ثيوفيلكتوس والأب إبراهيم فلتس والأب بطرس نعمة والقس منذر إسحاق والأب يعقوب أبو سعدة، وسط إطلاق الألعاب النارية المختلفة. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم.